طب خدوا بقى المفاجأة الكبيرة قوي دي، وهقولها لحضراتكم مباشرة اهو. خلاص هقولها لحضراتكم مباشرة. عندما تم تعيين كابتن سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام، كل الناس طلعت قالت اصل ده بيشتغل في قناة الاهلي، على الرغم من هو كان معانا هنا في القناة كان بيقول حاجات ضد الاهلي على فكرة، لكن اوكي بيشتغل في قناة الاهلي وكذا 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 وكذا، صح؟ اول حاجة حصلت ايه؟ ان الكابتن سمير عثمان، المفاجأة هنا بقى عشان تعرفوا حضراتكم بس ان في حاجات بتتعمل مش عارف اقولها في الاتحاد القديم ولا المسؤولين القدامى في الاتحاد، مش عارف اقولها ازاي ومعرفش مين اللي كان مسؤول، ولكن كابتن سمير عثمان لم يعين طاقم التحكيم لإدارة مباراة النادي الأهلي وبيراميدز. مين اللي عينه؟ مش عارف. كابتن سمير عثمان قولا واحدا، كابتن سمير عثمان لم يعين طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز. أنا بقى عايز أعرف مين اللي عين طاقم التحكيم ده؟ مين اللي عين طاقم التحكيم كابتن جهاد جريشة وبقية الطاقم التحكيمي اللي موجود؟ أنا عايز أعرف، عايزين نعرف بقى إيه اللي حصل في الساعتين ثلاثة أو في اليومين ثلاثة اللي فاتوا ما قبل المباراة. إشاعات طلعت من كل حتة إن لاسارتي هيمشي. لاسارتي تم تقييمه للمرة المليون أهو، لاسارتي تم تقييمه بعد نهاية الموسم وخسر بطولتين وكسب بطولة، مش هيكمل، لم يكن موفقا مع النادي الاهلي. هو ده اللي حصل، وسوف يتم التفاوض مع المدربين خلال الفتره القادمه او بدايه من الفتره القادمه من النهارده مثلا الصبح. قبل كده كان هناك دعم كامل من مجلس الاداره ومن لجنه التخطيط لمارتن لاسارتي مع ابداء بعض الملاحظات. للمره المليون انا بقول لحضراتكم الكلام ده لانه هو ده اللي كان بيحصل. فمين اللي عين جهاد جريشه؟